شرفنا بالاسم ديالك اخويا العزيز. الاسم ديالي عبد الله الخلوفي، المدينة السعيدية. عبد الله الخلوفي خويا، شنو كدير في حياتك؟ خويا انايا واش غادي نقول لك؟ انا بالنسبة لي غير طالب معاشو، واحد طالب معاشو. يعني فاش تخدم واش كنت مثلا بني يعني فاش ما فاش ما كيفاش ما بريكولات وصافي، كنتبع بريكولات بحال هكا، يعني البريكول اللي كان ولا كان يعني كما قالوا تجي مصيريف يعني صافي، ومره خدام مره ما خدامش. هذا هو اللي يعني واخا ما عندك شي حاجه ستابل يعني كتقدم، يعني المهم غادي مع الحياه هكا وصافي. عندك وليدات مزواج؟ لا لا، ما عندي لا وليدات، ما مزوج ما والو. لا والو. علاش اخويا ما تزوجش؟ الظروف ولا ما كنتش؟ يعني الظروف، الظروف اللي خلات ما تزوجش. الظروف كنشوفوا بزاف الناس اللي هكا بحال حتى هما غير خدام. كاينين 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 مساكين الناس بحالي هكا مزوجين ومكرفصين، انما علاش الحاله الماديه ما يعني يعني انت ما بغيتش تجيب الناس وتكرفص، يعني غادي نكرفصها معايا، يعني الا تزوجت ولا في هذه الحاله هذه يعني انا غادي نتكرفص، وتقريبا غادي حتى ديك بنت الناس غادي نتكرفص معاها، غادي نكرفصها حتى هي. اللهم من اللي احسن نبقى هكا يعني سيلي باطير حسن. يعني حتى الجوع تجوع معليش ما كانش معليش، كليت ما كليتش يقدر غير نص خبزه ونص يطرو حليب، راني مغدي ماشي مشكل عادي، هانيه هانيه. واه غادي دابا تعرف عليك شويه وتعرفوا عليك الناس، والله معك شويه باش بلا ما ندخلوا الناس. بغيت تعاود لي على نهار الحادثة، وملي خرجت من الدار وفين كنت غادي وكذا وهادي، والنهار حتى النهار إلا عقل عليه. النهار أنا ما عاقلش، يعني بالضبط النهار ما عاقلش. بعدا السعيدية وقعت لي. وقعت لي الحادثة في السعيدية. هذاك النهار كان عندي شي بريكول بحال هكا ولا، وكنت غادي فوق البيكالا. كنت قابل الطريق بحال هكا، كنت غادي مع الطريق. والكاميو جاي مورايا. جاي مورايا، كانت عنده ديك كانت عنده ديك الباب محلوله، كانت عنده الباب لحقاش دوك البيبان اللي يتبلعوا. ايوا وكانت عنده واحد الباب محلوله، قاستني ديك الباب، وتقريبا تا مول الكاميو كان هرب لحقاش انا كيضربني، انا كيضربني طحت. كان تا هو ديجا كان هرب، هو ماشي هرب، هو ما شافش الباب محلوله، يعني ما شافش الباب محلوله، ريدوه الناس، يعني شافوه الناس وريدوه، شافوه الناس ريدوه وهادي، وبغى يهرب وقلعوا له الكونتاك لحقاش انا من بعد الحادثه يعرفوني الناس تما في السعيديه. عندك شي حاجه كراف؟ واه واه كان قاسني للراس. واه كان ضربني للراس. شحال انت في السبيطار؟ السبيطار انا ما كنتش عاقل لحقاش كنت غايب. غيبوبه؟ واه غيبوبه. ما قالوا لكش هما شحال كنت غيبوبه؟ تقريبا انا ما انا المهم انا ما عقلتش على روحي في الحقيقه، انا ما عقلتش على روحي في ديك الساعه اللي تقاسيت، ما عقلتش على روحي، يعني تداوني البركان وبشحال عاد تجاو الناس اللي عرفوني وهذه هما اللي تدخلوا. واه يعني كان ماشي الناس تدخل الله يسبب يعني واه ما نعرف. واه المهم عفاك من الحادثه، قلت لي واحد الصديق تكلف لك. واحد الصديق هو اللي تكلف. واه هو اللي تكلف لي بالاجراءات ديال يعني السكانير وديال الطبيب وديال شهاده طبيه وديال الاخر، هو اللي تكلف كاع بالمحامي. هذاك الشخص هذاك صديق ديالي يعني هو اللي تكلف بالمحامي، هو اللي عيط له، هو اللي عطاه الملف. واه ابري نتايا قلت للمحامي غادي يجيب لي حقي. انا يعني هذه هي يعني راه مكتوب في وجدان ومكتوب في بركان. واه 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 زيد كمل لي، يعني قلت المحامي غيجيب لي حقي. وي يعني انا هذا الشيء اللي تمشي عنده ولا تتواصل معاه ولا شنو؟ كنعيط له في التليفون لا جواب، لحقاش هو دائما كنعيط له في التليفون لا جواب، وراه عندي دروك ميساجات في 2008 من 2008 شد الفلوس خلصتهم انتوما خالص؟ لا ما خالصش، يعني هو كان ديجا كان قال لي البورسونتاج. وقال لي ندي معاك في الاخر في البورسونتاج. وعنده البورسونتاج هو ديال هذاك. يعني شد الوثائق ديالك، شد الوثائق، شد كل شيء، كل شيء، كل شيء، المسائل مضبوطه. من 2008 ما يجاوب. من 2008 ما كيجاوبنيش كاع. شتو ما كيجاوبك، شنو درت الاجراء اللي درت؟ انا الاجراءات اللي درت كنت نسول في المحكمه.
كنت نمشي للمحكمة، بقيت الأولى بقيت نمشي عندو للمكتب الكاتبة ديالو، كنقول لها ودي راه الملف ديالي ها كيفاش ها كيفاش، كتقول لها ودي الملف ديالك راه عند الأستاذ. مين كنقول لها ودي راه قولي له يعني قولي له السيد الوفلاني راه كيجي راه كيسول على الملف وهادي يعني باش، وقولي له ودي راه كيصوني لك وراك ما كتجاوبوش. كنمشي كنغبر واحد السيمانه ولا 10 ايام يعني نقول ربما مع الخدمه مع هذه ربما يقدر، راك عارف ما كاينش قيانه راه عنده ناس بزاف. مي كنولي ديك السيمانه ولا 10 ايام بحال هكا كنولي، كتقول لي ودي راني قلتها له يعني كنتوصل له يعني كنتوصل له الخبر بانني انايا راني كنجي للمكتب وراني كنسول على الملف ديالي وهادي. تقريبا انت في الشهر شحال كنت تمشي عندهم مره تسول عليه؟ انا تقريبا كنت كل مره نمشي تقريبا. يعني توصل بك الدرجه شي خطات كل يوم؟ تقريبا كل مره كنت نمشي. حسيت انت بلي كيتهرب منك؟ حسيت حسيت بانني انايا بانني مثلا شي خطرات كيكون تما وتقول لك هي كاتبه تقول لك ما ولا هي كتلون كتحسبها تلون تقول لك ما راهش هنا. هي كتقول لي ما عرفت، انا كنسولها كنقول لها ودي واش غادي يجي ولا ما غاديش يجي ولا واش نستناه ولا، تقول لي ودي خويا ما نعرفت. نقول لي ما نقدرش نقول لك واش يجي واش ما يجيش واش ما نعرف. شكيت النيابه العامه؟ شكيت الاولى شكيت للناقب هنا في وجده رئيس النقابة عام وهو يديني ويجيبني روح ورواح روح ورواح روح ورواح. في التالي قال لي ودي انايا قال لي ودي انايا هاد الشيء هذا قال لي راه لا اله الا الله قال لي دروك انا راني درت القانون ديالي راني دفعته الوكيل العام قال لي دروك غادي تبقى المواصلات ما بينك وبين وكيل العام. بقيت نمشي لوكيل العام عاود وكيل العام نفس المشكل عاود هي كل مره يقول لي ودي راني كتبت الاداره راني درت راني هادي راني هادي و يعني كيقول لي راني كنخدم لك الاجراءات ولكن يعني راه ما يعني السيد ما استاجب و يعني السيد راه ما كاين والو العام ولا بالناقب لا والو ما كاينش. الناقب كاع كان يجبد التليفون قدامي هكا ديالو ويعيط له يعيط له ما يجاوبوش كاع ما يجاوبوش كاع يعني ما مسوقش كاع السيد ما مسوقش. دابا انت شنو كطالب اخويا؟ انا خويا انا كنطالب نداء للمسؤولين يعني للمسؤولين كنطالب نداء للمسؤولين يعاونوني في هذا المشكل. وهو شخصيا المحامي لا كيشوفني ولا كيسمعني ولا يعني كنطالبو حتى هو يخدم شويه الانسانيه يعني. انت دابا راك باغي غير الملف ديالك تعرف شنو فيه؟ انا بغيت نعرف غير الحديده ديالي فين راها واصله وعندي ميساجات في التليفون كنصيفط له في الواتساب كنقول له يا ودي يا استاذ الله يرحم الوالدين راني كنصوني لك. لا 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 انا كنهضر انا يعني هذا الشيء هذا اللي كنديرو انا كنهضر معاه باحترام يعني ما كنطيح هضره ما كنسبو ما حتى شي حاجه كنهضر معاه باحترام يعني انا ما باغيش ندابز معاه ما باغيش ندابز معاه ولا باغي نوصل معاه لشي بلاصه اللي ماشي هي هذيك. انا باغي نمشي معاه بالقانون انا باغي نمشي معاه بالقانون والحمد لله راهم كاينين الناس اللي كيبغيو القانون وهذا الشيء اللي الله يعطيك الخير. شكرا اخويا.